قولوا خلصنا بقى، حاش تلعبوا بعقلي. عبقلكم ما بحسن باخد السيارة، ما بحسن. قولوا فرضا فرضا حسنت اجيبها للسيارة، اوكي؟ شتو بدنا نمشي فيها اذا ما فيها غاز وبنزين؟ خلصوا دولكم تعبوني يعني، خلصوا. طيب خلص خلص اوكي، ليك رح حاول، ما بوعدكم رح حاول، اذا حسنت اجيب المفتاح بنروح نبقى، اوكي؟ يلا ماشي، باي باي. قبل اللف والدوران وكل شيء، وين بدك تروح؟ وين بدي اروح؟ ما بدي اروح لمحل. طلع انا رايح اختصر عليك الطريق، مشان لا تعذبني ولا تعذب حالك، انا بعرف كل شيء. ما في روحة قبل ما توصلني عند رفيقتي، ولا ابوي راح يدرم. يخرب بيتك من حالك، عم تنصتي علي. طيب ماشي اوكي، شنو بدنا نجيب مفتاح؟ ولو هي المفتاح. يخرب بيتك من حالك، شلون جبتيه؟ مو شغلك. سلام، روح اتفقد السيارة إذا فيها غاز وبنزين مشان نمشي مباشرة. يلا 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 فورا. اوه فل بنزين وغاز، كان بدها مسحة بس ونصير جاهزين. يا الله امير، ما في حدا غيري ينزل يجيب لك اياه. اوف لك هذا عبادة، ايش عم يعمل؟ يخرب بيته، اخذ مفاتيح السيارة، اكيد بده يروح فيها ما قال لابوي. انا بفرجيك يا عبادة. هيك صرنا خالصين. الو خدوج، هتسمعيني؟ قولك ايه ايه عم بسمعك، خلصني. ليك اسمعي، السيارة فول غاز وبنزين، بنتظرك على راس الحارة مشان ما حدا يشوفك هتطلعي معي، ما تأخري، خمس دقايق على راس الحارة. يلا ماشي يلا يلا ماشي يلا. سلام سلام. يا الله يا الله يا الله. الو ولك خدوج، موتك على راس الحاره، وينك لهالله؟ ولك جيتك عشان بصتك محروقه، ليك يا بدور عليك. ها ليك خسافه، فينيك جيتك جيتك، لسه بتقولي جيتك، لسه بتقولي جيتك، وينك؟ ولك جيت جيت اشبح، ما بقى تصبر. انا بالزول طلعت اقطع من البيت، خلصنا هلا خلصيني. بيت رفيقتك وين؟ بسرعه تاخرت على رفقاتي. يلا خلصني هلا، طلع سامي طلع سامي بدي امدلك، وشغلنا غنيه نصطحج عليها. يلا شوفي غدوج، شوفي 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 شلون بطحش انا، شوفي 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 شوفي. الله يوفقك. اه يا راسي، ولك بتسوق وانت عميان، بتسوق وانت عميان، لسه بتضرب ترى سيارة. خليني انزل اطلع بس، ان شاء الله ما يكون كسر كثير. اوري اوري على المصيبة، انكسر طابون الثاني وبنشر الدولاب كمان. ايش بدك تعمل؟ الله يوفقك، ايش بدك تعمل؟ لحظة شوي، في معك دولاب يدك بالباكاج؟ في ايه في في، بسرعة بتفتح بتجيبه ليدك بتبدله، شي مشي السيارة بس نوديها على البيت، وابوي هيك هيك ماله خبر انه اخذنا السيارة ونحطها بحلها، ولا من شاف ولا من دري. بسرعة لسه واقف. قولك تربطت ايدي وتربطت ايدي، قولك خلصني يلا بقى، لسه بدك تاخذ وتعطي. قول كذا يلا اعطي اعطي يلا، بدي انضرب قلبي اروح عند رفيقتي. يخرب بيتك من حالك، قولك خلص ما في يدك بقى. وانا حطيت الدولاب ببنشة محل دولاب لك على البيت. يلا يلا فورا.
وقفوا استنوا، ليش هيك مرعوبين؟ ايش في؟ اكيد عندنا شيء مصيبه. وري ايش في؟ لا 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 ميك، ما في مصيبه، لا تفضحينا. مزبوط خدوج؟ مزبوط مزبوط امي. صحيح ابوي وينه؟ جوا نايم. بعدين ليش عم تسالوا عليه؟ ايش عاملين؟ يخرب بيتكم من حقه، اذا ما هلا بتقولوا لي بدخل بفيقه. لك لا امي وين في؟ من فيقه لك عبيت، اتصرف بسرعه. طولي بالك امي، رح احكي لك. والله رح احكي لك. قول خلصني. لا تعذب حالك، انا بقول لامي. امي عبيت اخذ سياره ابوي بدون ما يقول له. قولي قولي، لا انت ايش عم تقول؟ ولا حتى منين عرفت؟ مو شغلك، المهم كل شيء مسجل هون وكله مدروس، ومجرد ما ابوي يشوفه للفيديو ما بعرف، ما بتمنى لكم ايش رح يصير. قولي على هالبلوه هي، قولي على هالبلوه هي. يخرب بيتك ابليس، والله ابليس. ولك ليش اتاخذها بدون ما تقول له ليش؟ ولك مو مو لحد يقرب عليها. ولي انا هلا بدي اطلق، هلا بده يطلقني. ما القصه ما وقفت هون امي، عملت حادث بالسياره وراح طبون الدنج. شو؟ علو صوتكم كمان، علو صوتكم كمان، خليه يدرى امانه، علو صوتكم كمان قليل هيك علو. ولك اذا عملت انا هلا طربشتك كسرتك، ايش رح استفيد؟ هات المفتاح، هاته. ليش؟ ايش بدك تعملي بالمفتاح امي؟ سكي هات هون. اسمع، اليوم بدبر مصلح يصلحها ضروري. انا رح احاول اقنع ابوك لو ما يطلع برا عشان ما يشوف السياره. اليوم بدها تتصلح، فهمان؟ الله اكبر الله اكبر. يعني فعلا امك ثم امك ثم امك، ليش الكذب؟ امك ثم امك، مو انا بفرجيك يا بنت الصرامه، انت حسابك بعدين. خليني اعرف رجع المفتاح بس الله يستر. لا ما انتهى ولو، انا بعرف في ابليس هون بالبيت. ايش بدك؟ 200 ليره، الفيديو بينمسح ولا من شاف ولا من دري. لا واسعارك صايره سياحيه كمان. ماشي خلاص رح اعطيك، بس لازم هلا ادبر مصلح السياره ضروري. اقسم بالله يا عباده اليوم بتقطع بروحك. يلا ايش في صاير؟ عبادة وينه؟ وينه؟ بغرفته وين؟ بغرفته بغرفته بغرفته، بدي اقابله اليوم، بدي اقابله. قولي ايش في؟ ايش بوه وصل له؟ قولي امي ايش في؟ ليش ابوي معصب؟ ما بعرف، دخل معصب وعم يسال على عبادة. قولي ايش بده يسال علي امي؟ قولي اسمعي الصوت؟ لقوا مدري قصه السياره مصلحه عبادة. لك ايه والله صح، معقول حدا قال له؟ طول 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 يا ابو بدر، والله ما كان قصدي يضرب لك السيارة بالغلط يعني. والله يا ابد. شو؟ سيارة؟ أنا سيارة انضربت؟ نعم، ليش أنت ما عم تضرب؟ أنت ضرب لك السيارة وعمل فيها حادث؟ ولك أمي أنت ايش عم توري؟ الله يخرب بيتك من حالك، خيبت السيارة كمان، ولك يخرب بيتك، ولك ليش بدك مني؟ أنا كنت عم بضرب وأنا عندي دق لي أستاذ وقال لي سقط بخمس مواد. ولك شو عامل فيك؟ اي والله هلا انا شكلي عفست كثير. بعد ما خربت الدنيا بدك تهرب. قولي طول بالك، ليش هيك عصبت؟ انا بفهمك انا بفهمك، وين بدك تهرب مني؟ تعال هون. هاد وين راح؟ هلا قاعد برقد قدامي. قولي لك هاد عم بدور علي، شلون بدي اهرب انا؟ ضيع على مصيبه. ولا قوة الا بالله، لك هدول وين راحوا؟ ابو عبادة ابو عبادة يا عبادة، طولوا بالكم شوي. اوف امي جاي مع السيارة، اجت على اجريها. ولك يا عبادة أبو عبادة، ايش بتضرب؟ يا عبادة أخذ السيارة، يخرب بيتك وين رحت فيها؟
ابو عبادة انت شو بتعملي هون؟ قولي ابو عبادة حطكم بالسيارة مبين مش اخلصكم. قوم نتكلم عبادة اخذ سيارة ورجع حرف فيها. شو؟ رجع اخذها؟ اوه يا ابن الصرم عم بلعب فيني. ها اسمعي هلا هلا بدي بتقولي له ابوك راح تعا اخذني انا مالي هون خليه يجي لهون انا بدي افرجي. اتصلي يلا 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 طول بالك خلص رايحة اتصل فيك ورايحة. الو عبادة تعا ارجع بالسيارة بسرعة اخذني ابوك راح تعا اخذني لي بس يلا بستناك يلا انا بفرجي خليه يجي بس خليه يجي انا بفرجي لك. طمنا على القصة طويل. الو امي انا جيت وينك؟ يلا 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 وينك؟ ها شفتك جيتك يلا. And his name is John C. وي كمين وين بدك تروح مني جايك؟ قولي لعطوا يا رب على نصيبي.